السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديال سمسمة كانال. نتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم في أحسن الأحوال، ومبروك عواشركم، دخل عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. اليوم جيت وجبت لكم تاكوس اللي ساهل ولذيذ. غندير تاكوس ميكس، غندير فيه الدجاج والكفتة. تبعوا الفيديو باش تشوفوا المراحل كاملة. عندنا هنا كمية ديال الكفتة وكمية ديال صدر ديال الدجاج. الكفتة درت فيها بصلة مشلضة، درت فيها الملحة، بزار، تحميرة، كمون، شوية الزيت، شوية ديال الخل ولا الحامض، والربيع. صدر ديال الدجاج عصرت فيه شوية الحامض، ودرت الربيع والثومة، الملحة، بزار، سكنجبير، شوية الخرقوم عرق، ونخليهم يترقدوا واحد شوية. ملي غيترقدوا غنشحرهم في المقلة عادي. ها هما الدجاج بوحدو والكفتة بوحدها. الكفتة ما درتها لا كويرات لا والو، درتها غير هكاك راك تشوفوا فيها مفرتة. وخدينا لي فخيت، بطاطا قطعناها وقليناها، راه لي فخيت معروف كيفاش كنديروا ليهم. هنا خديت الخبز ديال الطاكوس، انا شريته ما صيبتوش، درت فيه لاصوص. لاصوص عندكم اختيار ديروا صوص اللي بغيتو، انا هنا درت لاصوص الجيريان، صيبتها في الدار. دابا نحط لكم فيديو ديال كيفاش كتصاوب لاصوص الجيريان، ساهله بسيطه. خديت درت لاصوص وديعتها شويه، ما درتش بزاف، درت غير شويه الوسط وديعته باش ملي نكونو كنطيبو في الطاكوس ما تخرجش لينا لاصوص من جناب. درت الفريت، درت فوق منها الدجاج وفوق منها الكفته. انا الكميه اللي عندي هنايا ديال جوج لي طاكوس، غادي ندير جوج. درت النص في هذا وما تبقى غنديرو في الثاني. فوق منهم غادي ندير الفرماج شرائح، فرماج ديال ساندويتش، ونطويو. ها نتوما شوفوا الطريقه ديال الطي ديال الطاكوس، ساهله. نديرو نجيبو الجنب الاول، نديرو فوق منه الجنب الثاني، ونطويو من الفوق من الجناب، ندخلو بعدا هادوك الجنيبات نسدوهم باش ما تخرجش لينا لا حشوه لا فرماج ولا شكون هذا. نجيبو كيف كتشوفو ساهله، ملي نبغى نطيبو غنحطو على هاد الجهه، ما غيتحلش نهائيا. صافي غادي يلصق مع بعضياتو. هانتوما غادي تشوفو، غادي نعاود واحد اخر باش تشوفو مزيان الطريقه. هانتوما ندوزو للطاكوس الاخر، ندهنو شويه بلاصوص، غنديرو لاصوص الوسط ونديعوها شويه في الجناب، ما نديروش بزاف باش ما تخرجش لينا، ما يسيلش لينا نديرو لي فخيت هما الاولين. نديرو الدجاج، ندير الكميه اللي بقات عندي ديال الدجاج. كيجي زوين، ساهل، بسيط، بالزربه. الا كنتو حتى الاخر تقدروا ديروه دابا في رمضان، ديروه مع الفطور ولا اليامات العاديه ديروه للعشاء، بالزربه كيوجد. درنا الكفته، غنزيد الفرماج ونطويه. الا بغيتو تزيدوا لاصوص قبل ما ديروا الفرماج تبقى لكم اختيار، تقدروا ديروا مايونيز، ديروا الموطار اللي عجبكم. ديك الساعه لي صوص كل واحد والذوق ديالو. وكنوضعوه في الآلة اللي غنطيبوه فيها على هذا الشكل،
وهاي النتيجه. انتما كيف كتشوفوا كيجي الديكور ديالو زوين والمذاق ديالو كذلك. وإلى عجبكم الفيديو نتمنى تضغطوا على زر الاعجاب، تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، وإلى كنتوا باقين ما مشتركينش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. ونخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. وعواشر مبروكه.